اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية فعالية برنامج الوعي السياسي بمحاضرة بعنوان الرقابة على دستورية القوانين، قدمها القاضي عيسى مبارك الكعبي عضو المحكمة الدستورية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. استعرضت المحاضرة المسوغات الدستورية والقانونية التي تم بموجبها إنشاء المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح بشكل مستقل. اختتمت المحاضرة بالتأكيد على الدور الكبير الذي تقوم به المحكمة الدستورية، وهو ما وضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي تعلي شأن الدستور، وهو ما انعكس على السمعة الطيبة للمملكة ودورها الريادي.